السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل إن شاء الله الوحدة الثالثة من كتاب أصباير، الجزء الخاص بالكلمات. كتاب أصباير اللي هو كتاب المراجعة. نمبر 1، نقط intelligence is a type of technology، هو نوع من الذكاء. ذكاء إيه؟ نوع من التكنولوجيا that makes machines، اللي بتجعل الآلات carry out work، تنفذ العمل in an intelligent way، بطريقة ذكية. هو عايز يتكلم على الذكاء الاصطناعي، يبقى artificial intelligence، يبقى رقم B. رقم 2، نقط sound gives the impression، بيعطي انطباع. that the sound source، من مصادر الصوت. are all around listeners، مصادر الصوت كلها حول المستمعين. يبقى هو عايز يتكلم على الصوت المجسم. الصوت المجسم يبقى surround sound، يبقى رقم C. 3، the guests، الضيوف، arrived at a not time، وصلوا في الوقت الايه. we had just gone to bed، احنا كنا رايحين ننام. يبقى هم وصلوا في وقت مناسب ولا غير مناسب؟ يبقى غير مناسب. يبقى inconvenient يعني غير مناسب، رقم D. 4، the film was full of violent scenes، الفيلم مليان بالمشاهد عنف. but on the not it was exciting، عايز يقول في العموم او في الكل. يبقى on the whole معناها في العموم او كلية، رقم A. 5، some doctors، بعض الدكاترة، are trying a new، بيحاولوا يجربوا new ايه جديد، to cancer treatment، لعلاج السرطان. بيحاولوا يجربوا طريقة جديدة او اسلوب او منهج، يبقى approach، رقم C. كوتش يعني ايه؟ كوتش يعني مدرب، او عربة قطار، او عربة حنطور، او مدرس خصوصي. appreciation، استحسان. 6، most students، معظم التلاميذ، prefer on، بيفضلوا ايه؟ to depend on private lessons، لكي يعتمدوا على الدروس الخصوصية. بيفضلوا طبعا balance يعني اتزان، يعني most students prefer on balance، بيفضلوا الاتزان، معتمدين على الدروس الخصوصية، يبقى on balance. 7، نقط car has technology، فيها عربية وفيها تكنولوجيا، to drive itself، عشان تسوق بنفسها، without a person in control، بدون ما يتحكم فيها شخص، يبقى ده self driving، قيادة ذاتية، رقم A. 8، نقط care in Egypt، عايز يقول الرعاية الصحية. الرعاية الصحية يعني health care، رقم B. 9، Japanese people، نقط average، عايز يقول في المتوسط، يبقى on average. 10، نقط studies the stars، بيدرس النجوم والبلانس والكواكب، يبقى ده مين؟ ده astronomer. astronomers اللي هو علم الفلك، رقم B. 10، through years of experience، خلال سنوات الخبرة، teacher، المدرسين، نقط their own style، عايز يقول بيطوروا اسلوبهم في التعليم، يبقى evolve، يطور، كلمة evolve يعني يطور، رقم D. طيب resolve يعني يحل، revolve يعني يدور، remind يذكر. 12، she was wearing a very attractive dress، هي لابسه فستان جذاب. بيقول لي the underline word has a similar meaning،
كلمة لها معنى نفس معنى كلمة جذاب، يبقى اي كاتشنج. اي كاتشنج بتخلب النظر او بتجذب النظر. 13 ساترن از ذا سكند بيجست بلانيت، يعني هو تاني اكبر كوكب. ان ذا نوت سيستم عايز يقول المجموعه الشمسيه، يبقى سولار سيستم رقم دي. 14 when you buy something online، عندما انت تشتري شيء ما من على النت. it is important that the company، من المهم ان الشركة uses good، بتستخدم good ايه بقى؟ لما تيجي تشتري من على النت تستخدم good ايه؟ good packaging. packaging تعبئة جيدة. 15 ozone forms a protective layer between، طبقات الأوزون أو طبقة الأوزون بتكون بروتكتيف لاير، بتكون طبقة واقية من 12 إلى 30 ميل above the earth، عايز يقول فوق سطح الأرض، يبقى earth surface رقم A. 16 if you have any not questions، عايز يقول لو أنت عندك أي أسئلة ملحة يبقى burning questions، أسئلة ملحة. 17 patients المرضى receive high doses، بياخدوا جرعات عالية of radiation الإشعاع during cancer، خلال إيه؟ خلال علاج السرطان cancer treatment رقم B. 18 she not herself in her work، عايز يقول هي بتغمس نفسها في عملها. so she had no time for sport، ما عندهاش وقت للرياضة. عايز كلمة يغمس يبقى immersed رقم C. طيب امال كلمة implement معناها ايه؟ implemented معناها انجز او نفذ. 19 researchers الباحثين developed a new، طوروا ايه جديد؟ used to treat people، يعالج الناس with high blood pressure، اللي عندهم ضغط عالي. يبقى عملوا ايه جديد بقى؟ عملوا دراج، حبوب او دواء رقم دي. 20 for patients بالنسبة للمرضى who don't respond to drug treatment، اللي بيستجبوش لعلاج الحبوب او العلاج الدوائي. not is a possible option، هو الاختيار المتاح. يبقى surgery الجراحة، الجراحة هي الخيار المتاح، يبقى رقم A. طبعا سيرجن جراح، سيرجيكال جراحي. 21 انجينيوري في يناير، the weather الطقس of northern countries دول الشمال is often cold، بيبقى بارد and A، طبعا بارد وسنوي جليدي. ميلدي يعني ايه؟ ميلد يعني معتدل، كلمة ميلد معناها معتدل أو متسامح، معتدل أو متسامح. 22 I need to get the stereo fixed، أنا محتاج إن الستيريو جهاز الصوت فيكسد يتصلح. after last night party بعد الحفلة بتاعت امبارح. the نقط has broken down، ايه بقى اللي تعطل؟ السبيكر، السماعات، السماعات عطلت. stickers معناها اللاصقات. striker معناها مضرب عن شيء او هداف في كرة القدم. 23 the scientists العلماء are not to see if they can find a cure for diabetes، لو هم اللي بيشوفوا ان هم يقدروا يجدوا دواء لمرض السكر. طيب العلماء بيعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا experimenting، تجارب معملية، بيجربوا في المعمل، يبقى رقم دي. 24 the latest vacuum cleaners المكانس الكهربائية الحديثة كونتين، بتحتوي على ايه؟ the detect the amount of dust، بيكتشف كمية كبيرة من التراب and type of the floor ونوع الارض،
بتحتوي على اجهزه استشعار يبقى سنسرز. رقم ايه؟ 25 اول فانز كل المشجعين انجوي ذا ماتش، اتمتعوا الماتش as it was not exciting، لانه كان ايه؟ كان رائع بطريقه مذهله، بطريقه مذهله يبقى spectacularly، spectacularly بطريقه مذهله. رقم دي انت عندك exciting دي صفه وانت عايز الحال، الحال spectacularly اللي هي مذهل. 26 دكتورز الدكاتره expect تتوقع زي نقط I will have should enable me to lead a normal life. طيب يمكنوني ان انا اعيش حياة طبيعية. يبقى اكسبكت ايه؟ بيتوقعوا ايه؟ بيتوقعوا اوبريشن، عملية جراحية. رقم سي، سبعة وعشرين جيرلز البنات loves to dress in expensive، بيحبوا يلبسوا فساتين غالية. نقط catching، طبعا eye catching بيجذبوا العين او بيلفتوا النظر. 28 the video game، العاب الفيديو وصوا نقط اصبحت ايه؟ that I forget all my work. طيب اصبحت impressive مبهرة لدرجة انني بنسى كل اعمالي، يبقى امبريسيف مبهرة. 29 يوزنج ذا انترنت، استخدام الانترنت از بيست نقط تو جذر انفورميشن، عشان تجمع المعلومات اند دوينج ريسيرش. طيب يبقى هي از بيست ايه بقى؟ ابروتش، هي المنهج الافضل او الطريقة الافضل لتجمع المعلومات، يبقى ابروتش منهج او اسلوب او طريقة. يبقى رقم دي. 30 نقط وي نيد بيتر كمبيوتر، احنا بنحتاج كمبيوترات افضل. زين وبعد ذلك وي نيد مور تريننج، نحتاج لتدريب اكتر، بعد ذلك نحتاج لتدريب اكتر. يبقى هو كده هيقول ايه؟ هيقول في البدايه تو ستارت ويز، في البدايه احنا محتاجين كمبيوترات افضل وبعد كده نتدرب اكثر. يبقى في البدايه ان كونكلوجن، في النهايه تو سام اب لكي نلخص. لاستلي في النهايه زي ان كونكلوجن. 31 نقط ذا وندرز اوف مودرن ساينس، عجائب العلم الحديث. many common diseases معظم الامراض، امراض كثيرة شائعة. will be soon be things of the past، هتكون اشياء من الماضي. هو عايز يقول يلف ويدور حوالين كلمة بفضل العلم الحديث. يبقى كلمة بفضل معناها thanks to. رقم ايه؟ 32 I wait for my family، انتظرت عائلتي to decide rather than، عشان اقرر بدلا من making نقط decision، عشان بدل ما اعمل عشان اقرر بدل ما اعمل ايه؟ ما اعمل قرارات لوحدي. طيب يبقى individual decisions قرارات فردية. رقم دي. 33 it would be a shame to throw، من الخجل ان انت ترمي ايه؟ your time by playing game all day، بان انت تلعب طول اليوم. طيب throw away يعني تهدر الوقت، throw away your time تضيع وقتك او تهمل وقتك، يبقى throw away. رقم بي. 34 the play I watched، المسرحية اللي انا شفتها at the theater في المسرح made no sense، ما كانش فيها عقلانية. طيب but the نقط were beautiful، لكن الايه كانت جميلة، لكن المشاهد او المناظر او الرسومات كانت جميلة، يبقى visuals. طيب انت عندك where، يبقى انت عايز حاجة جامعة، فين الجامع؟ اللي هو كلمة visuals. vision رؤية مفرد، visible صفة، visibility
الرؤية صفة اسم مفرد، انت عندك وير جامع يبقى عايزة كلمة جامع. 35 ايجيبت هاز وتنزد انرمز تكنولوجي ادفانسز، مصر شهدت تكنولوجيا تقدم في التكنولوجيا عظيم او هائل اوفر ذا لاست، خلال اخر ايه عايز يقول اخر حقبة، يبقى ديكيد اخر 10 سنوات او اخر حقبة يبقى ديكيد. 36 شي از جوينج تو بلاي ذا بيانو، هي هتلعب البيانو تو ا بيج نوت ذس ايفنينج، هذا المساء، يبقى هي تعزف البيانو لجمهور كبير هذا المساء، يبقى اودينس رقم بي. 37 نبتون is one of the farthest planets، نبتون هو احد ابعد الكواكب، of the solar للمجموعة الشمسية solar system رقم دي. 38 we must lower our prices، احنا لازم نقلل الاسعار بتاعتنا نخفضها. if the company is to remain، لو الشركة عايزة تكون competitive متنافسة، لو الشركة عايزة تكون قابلة للتنافس يبقى كومبتيتيف. 39 today النهاردة the temperature درجة الحرارة is expected to go down، المتوقع ان هي تقل، نقط freezing during the night خلال الليل. go down blue، go down blue يعني تنزل اسفل، تنزل اسفل درجة freezing، درجة التجمد اللي كانت خلال الليلة الماضية، يبقى بلو رقم سي. 40 a lot of readers، كتير من القراء had left تركوا نقط بلو ذا بلوك بوست، تركوا ايه؟ تركوا تعليقات كومنتس اسفل المدونة او المنشور. 41 sales reps مندوبين المبيعات need to be outgoing، محتاجين ان هم يكونوا انبساطيين، ناس انبساطيه بتاخد بتدي في الكلام، يعني outgoing يعني انبساطي، because they are، لان هم ايه not meeting customers، لان هم بيقابلوا الزبائن باستمرار. انت عندك ال ار وعندك الفعل meeting، يبقى ده فعل مضارع مستمر بيجي بينهم الصفة بين الار وبين الميتنج، يبقى بيجي بينهم الحال، يبقى كونستانتلي رقم دي. بنجيب الحال عشان نوصف الفعل، بس مش بنجيبه بعد الفعل، بنجيبه بين ار وبين الاي ان جي. 42 ذا جوفرنمنت، ده بالنسبة للمضارع المستمر بس. 42 ذا جوفرنمنت، الحكومة should give due care، يبقى ان تعطي اهتمام to the نقط of health and education، لمواضيع الصحة والتعليم، عايز كلمة مواضيع او قضايا يبقى issues رقم بي. 43 the best antonym for minor، افضل مضاد لكلمة minor اللي هو صغير طبعا major كبير، لان منت معناها صغير او ضئيل، وطيني صغير او ضئيل، يبقى ميجور رقم دي. اي ستيل نوت ان تاتش، عايز يقول انا ما زلت على اتصال، يبقى اي ستيل كيب ان تاتش، يبقى رقم اي. 45 ستوبينج كلايمت تشينج، توقف تغيير المناخ، والريكواير بيتطلب taking a lot of measures، اتخاذ اجراءات كثيرة on a bigger scale، على نطاق واسع، عايز يقول على نطاق واسع يبقى bigger scale، وبتاخد حرف الجر on. 46 the wifi، الwifi must be down، لازم يتقلل، my computer is switched on، الكمبيوتر بتاعي ماله مفتوح، but I can't not to the internet. انت عندك حرف الجر تو بيجي مع كلمة ايه؟ مع كلمة كونكت، كلمة كونتاكت معناها يوصل، بس بتاخدش حروف جر، كونكت بتاخد تو، وكومونيكيت بتاخد ويز، وكونتاكت ما بتاخدش، يبقى كونكت. طيب كونديم، كلمة كونديم معناها ايه؟ كلمة كونديم
معناها يشجب او يدين. اللي في رقم دي كوندم معناها يشجب او يدين. طيب 47 فير الخوف nothing لا شيء as long as طالما انت ايه by the people that care about you الناس اللي بتحبك، طالما انت محاط بالناس اللي بتحبك يبقى surrounded. رقم سي، طب مال surrendered معناها استسلم اللي في رقم دي. طيب profound معناها عميق، براود معناها فخور. 48 global is opposite of نقط، عالمي هي عكس كلمة local محلي. رقم ايه 49 my uncle عمي suffered نقط عانى ايه injury that obliged him اصابة ايه وهي الزمته to give up work ان هو يقلع عن العمل. طيب طبعا اصابة خطيرة يبقى serious معناها جاد او خطير، هنا معناها خطيرة. طيب the medical staff الهيئة الطبية seeing that the child رأوا هذا الطفل was in danger في خطر decided to not an operation صمموا على ان هم يعملوا له عملية. طيب يبقى يعمل عملية يعني perform operation، كلمة operation ده هي بتاخد كلمة perform قبلها يعني يعمل عملية. نقط 51 بيقول لي نقط car is able not to ليست قادرة فقط على follow lanes تتبع الطرق on a road الممرات على الطريق but also لكن ايضا to react other traffic تتفاعل مع المرور الاخر. يبقى ده ايه ده السيلف درايفنج اللي هي العربية السيلف درايفنج اللي هي بدون سواق. رقم ايه بعد كده عندنا رقم 52 بتقول لك lots of problems كثير من المشاكل can occur تقدر تحصل when a bank doesn't know عندما البنك ما بيعرفش نقط has broken into its system ما بيعرفش الهاكر اللي بيقتحم السيستم النظام بتاعه. كلمة هاكر اللي هو قرصان دي رقم ايه. طيب واحد بقى حلو كده يقول لي ما انت عندك هايجاكر دي معناها قرصان برضو، كلمة هايجاكر اللي في رقم دي معناها قرصان. اقول لك بس هاكر معناها قرصان للمعلومات، قرصان للأنظمة، قرصان للحاسب الآلي يعني قرصان تكنولوجيا، تكنولوجيا معلومات. انما هايجاكر ده قرصان يعني خطاف، بيخطف طيارة، بيخطف رهائن. التاكر مهاجم وبيكر خباز. 53 the boys الاولاد and the girls والبنات did well in the exam ادوا الامتحانات بطريقه جيده بقت نقط بالانس. طيب هو عايز يقول لك ايه بقى الحرف الجر اللي بيجي مع كلمه بالانس يعني اون بالانس، اون بالانس على الاتزان يعني بالتوازن مع البنات جوت هاي ماركس. طيب 54 nearly تقريبا قلت شيردن كل الاطفال ار نقط تو سفرنج ذا نت بيعانوا من النت اند بلاينج فيديو جيمز. انت عندك تو مين بيجي مع تو؟ بيجي مع تو كلمه ادكتد مدمنين مدمن لي يبقى ادكتد تو ادكتد تو مدمن لي يعني كل الاطفال مدمنين لتصفح الانترنت. طيب كيم بيجي مع حرف الجر اون، انترست بيجي مع حرف الجر ان، وونت ما بتجيش طبعا بعد ار، انت عايز صفه مش عايز فعل. 55 وي هاف ران نقط بترول. طيب انت عندك بترول جاي بعد النقط يبقى انت هتقول ران اوت اوف، ران اوت اوف احنا خلصنا ايه خلصنا البترول ران اوت اوف. طيب
امال لو كان البترول ده هو اللي جاي قبل النقط كنا قلنا بترول رانز اوت، البترول نفله رانز اوت، انما هنقول هنجيب البترول في الاخر يبقى هنقول رانز اوت اوف. 56 نقط ار بارتس اوف راديو، اجزاء من الراديو والتلفزيون والكمبيوتر الى اخره، ذات تشينجز وبتتغير، تغير الكتريك سيجنالز، تغير الاشارات الالكترونيه انتو ساوند تحولها الى صوت، يبقى ده السبيكرز السماعات. رقم A 57 ذا ساينس فيكشن نوفل، روايه الخيال العلمي، was about the invasion، عن الغزو of earth، غزو الارض by a، غزو الارض by a Egyptian، المصريين، المصريين ما بيغزوش ارض. ميكانيكس، اللي هم الميكانيكيين، لا طبعا. فيلجر، اللي هم الناس اللي عايشه في الكره، لا. امال ايه؟ ميرشانز، ميرشانز اللي هم سكان المريخ، كلمه ميرشانز معناها سكان المريخ، سكان كوكب المريخ. 58 the class was very crowded، الفصل كان مزدحم جدا، it was difficult for me، وكان من الصعب عليا to find a seat، ان انا اجد ايه؟ اجد مقعد، seat. رقم ايه؟ 59 the house was، المنزل كان ايه؟ by trees، بالاشجار، and invisible from the road، وغير مرئي من الطريق، يبقى كان محاط بالاشجار، يبقى surrounded. رقم سي، طيب surrounded يعني محاط. طيب امال evolved يعني ايه؟ evolved يعني طور، evolved اللي في رقم دي معناها طور. 60 if something is not، لو شيء ما ايه؟ it is made in large quantities، بيتعمل بكميات كبيرة، this means، هذا يعني، that it can be sold cheaply، ويتباع رخيص، يبقى ده ايه؟ ده حاجة اسمها mass produced، mass produced ويصنع بشكل ضخم، mass produced بيصنع بكثرة عشان يتباع بسعر رخيص، بنصنع كميات كبيرة عشان نبيعها بسعر رخيص. 61 he was immersed، هو كان منغمس، in a novel، في الرواية، this means، وهذا يعني، that is was so، ان هي كانت ايه؟ كانت طبعا جذابة جدا، attractive، اقل قبيح وبورينج ممل وجرامبي عبوس او مكشر. 62 منه of عادل امام's movies، كثير من افلام عادل امام had been not successful، طيب. انت عندك successful صفة يعني ناجح، successful صفة، طيب يبقى هو عايز يقول ناجحة بطريقة مذهلة، يبقى انت عايز الحال بطريقة مذهلة، spectacularly، spectacularly بطريقة مذهلة. رقم B 63 the government promised، الحكومة وعدت to not a new system، ان هي تعمل ايه؟ نظام جديد، يبقى ان هي تطور، الحكومه وعدت ان هي ايه؟ نيو سيستم تو كنترول، نكمل بس، تو كنترول ترافيك ان كايرو، عشان تتحكم في النظام، في تتحكم في المرور في القاهره، طيب. ويبقى هي وعدت ان هي ايه؟ ان هي تنجز او تعمل نيو سيستم، ينجز او يعمل او يحقق معناها امبليمنت، ينجز شيء او يحقق عمل شيء يبقى امبليمنت. رقم سي، طيب كومبليمنت معناها تكملة، اللي في رقم دي كومبليمنت معناها تكملة، ايفولف معناها طور، طبعا احنا مش هينفع ناخد نطور لان هي عايزة تنجز او تعمل نيو سيستم، ليه؟ عشان يتحكم في المرور في القاهرة. 64 learning a foreign language، تعلم اللغة اجنبية، like french، مثل الفرنساوي، can be a difficult، ممكن يكون ايه؟ صعب، ممكن يكون عملية صعبة،
طب انا عندي كلمه عمليه اوبريشن وبروسس، اخد من فيهم؟ هاخد بروسس عمليه. ليه يا سيدي؟ اصل اوبريشن دي عمليه جراحيه. 65 نقط ذا تري. طيب لما جايب اسم، جايب نقط وجايب اسم، يبقى احنا عايزين حاجه اي ان جي، يعني نقول مثلا كلايمينج ذا تري، تسلق الاشجار. تسلق الاشجار ماله؟ طيب ينفع اقول كلايمينج ذا تري الاشجار المتسلقه؟ ما ينفعش. انما اقول كلايمينج ذا تري تسلق الاشجار، تو جيت بيردس اكز، عشان تحصل على تسلق الاشجار لكي تحصل على بيض الطيور. ذا بوي هاد اباد فور. طيب يبقى هو هنا ليه بقى احنا هناخد، انا عايز اشرحها من ناحيه القاعده الحكايه دي، ليه هناخد كلايمنج ومش هناخد كلايمنت؟ اقول لك ليه. هو هنا بيقول لك معنى الجمله اصلا كان ايه، بيقول لك بعد ما هو خد بيض الدجاج الولد وقع، بعد ما خد بيض الدجاج الولد وقع. طيب بعد ما تسلق الشجرة عشان ياخد بيض الدجاج، بيض الطيور، الولد وقع. ماشي، يبقى هو عايز بعد افطر، المفروض يجيب افطر. افطر اي، المفروض يجيب افطر ايه؟ افطر هي هاد كلايمت، افطر هي هاد كلايمت. ماشي، يعني بعد ما هو تسلق الشجرة، هو هاد اباد فول، عمل وقع يعني مضرب تام وبعد مضرب بسيط. هو شال كلمة افتر هي هاد كلايمد، وهيجيب الاي ان جي عشان ايه؟ عشان يقول لك كلايمينج ذا تري، تسلق الاشجار. يبقى سي، عشان بدل ما يقول لك بعد تسلق الاشجار، لا يقول لك تسلق الاشجار. بعد ان تسلق الشجره، لا يقول لك تسلق الشجره، كلايمينج ذا تري، رقم سي. ما ينفعش دورنج. ليه دورنج؟ كلايمينج دورنج ما بيجيش بعدها الاي ان جي. طيب 66 نقط ذا بوك بيفور هي نيو هاو ذا فيلم وود اند. طيب وعايز يقول بعد عايز يقول بعد ما هو قرا الكتاب، هي نيو هاو ذا فيلم وود اند، هو عرف ازاي الفيلم هينتهي. طيب يعني هو بيقول لك هو قرا الكتاب قبل ما يعرف الفيلم ازاي ينتهي. قرا الكتاب، دي معنى الجملة، قرا الكتاب قبل ما يعرف الفيلم ازاي ينتهي. طيب يعني هو عايز كده الماضي التام، عايز الماضي التام، بس الماضي التام مع having. طب having بيجي بعدها التصريف التالت. طيب having بيجي بعدها التصريف التالت، ما ينفعش اخد بينج. ليه؟ لان هقول كونه ولا بعد؟ هقول بعد، يبقى having، هقول having. طب having been read، هو انا بتكلم على الكتاب ولا بتكلم عن هو 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 قرا؟ لا بتكلم عن هو قرا. طيب ليه؟ عرفت منين بقى؟ يعني هي الجمله الاولانيه دي معلوم ولا مجهول؟ لا الجمله الاولانيه دي معلوم. معلوم ليه؟ لان اللي بعد الكوما هي ده هو اللي عمل الفعل بتاع الجملة التانية، يبقى having read رقم دي. عايز يجيب برضو في 67 يجيب اسم الفاعل، يقول لك الوقوف في الطابور، يعني standing in the queue. I realized I didn't have anyone، يعني بعد ما وقفت في الطابور، بعد ما وقفت في الطابور ادركت ان انا معيش فلوس، يبقى standing. شال برضو كلمة after
وشال اي وهاد وستود وستود وجاب كلمة ستاندينج بس زيها زي الجملة اللي كانت في رقم ايه في رقم 65 67 زي 65 68 This is a vegetarian restaurant ده مطعم خضروات None of the dishes مفيش اطباق ابدا Not here هنا contain meat or fish تحتوي على لحمة او سمك طيب الجملة معلوم ولا مجهول الديشز مش هي اللي هتعمل سيرف طيب يبقى اذا الجملة بتاعتي مجهول ماشي الجملة كانت ايه بقى مجهول بقى مجهول يعني which are served which are served حذف which وحذف are وهيجيب served بس طب ليه حذف كده علشان قالك في فعل تاني هو اسمه contain وما ينفعش يجي فعلين في الجملة 69 I prefer teaching أنا بفضل teaching methods that activity أنا بفضل أن أنا أعلم الطرق التي not actively student in learning أو التي إيه بقى التي تشرك الطلاب في التعليم يبقى involve رقم C سبعين I think that young people أعتقد أن الناس الشباب today اليوم are on the نقط healthier than they were 20 years ago طيب يعني هو عايز يقول أعتقد أن الشباب اليوم بالعموم أكثر صحة من ما كانوا من 20 سنة ده مجرد اعتقاد المهم ان هو عايز الكلمة يقول بالعموم او كلية انزا واحنا قلناها قبل كده انزا هو رقم ايه 71 it was not I had broken my toe كسرت الصابع رجلي because it immediately started to swell انه بدأ يتورم ينتفخ يبقى هو عمل ايه الراجل بقى يبقى it was ايه ده هو بيقول ان كان من الواضح ان صابع رجلي انكسر ان انا كسرت صابع رجلي عايز يقول من الواضح يبقى it was obvious من الواضح it was obvious رقم سي طب envious معناها حقود او حسود او غيور serious جاد او خطير previous سابق 72 بيقول لي أبوليس أوفيسر البوليس ضابط الشرطة got serious injuries حصل على إصابات خطيرة in the explosion في الانفجار طيب يا سيدي خد بالك بقى من الجزئية اللي جاية دي عشان ما تغلطش the word serious كلمة serious can't be خد بالك من can't be اللي لافسها لك في النص دي عشان ما تشوفهاش can't be replaced اوعى تفكر ان هو يقول لك replaced by a serious replaced by a replaced by awful by dreadful by severe انما هو بيقول لك can't be replaced يبقى pleasant يعني عايز عكسها 73 the word development كلمة التنمية is synonym of a معنى كلمة ايه معنى كلمة advance التقدم advert يعلن طب advent معناها مجيء او حلول درج حبوب او دواء 74 اسوان is far from cairo اسوان بعيد عن القاهرة but it is not luxor لكن هي بعيدة لكن ايه لكن قريبة يا لكن close to قريبة من 75 her jackets different الجاكيت بتاعها مختلف طيب not mine عن الجاكيت بتاعي مختلف عن الجاكيت بتاعي طيب. they are like chalk and cheese الجاكيت بتاعها بيحب chalk and cheese
يبقى هو مختلف. المهم ان هو بيقول لي عايز مختلف عن، مختلف عن تنفع different to، تنفع different from، تنفع different than، يبقى A و B و C هي الإجابة الصحيحة، يبقى رقم D هي الإجابة الصحيحة. وكده نكون خلصنا جزء الكلمات من الوحدة الثالثة من كتاب أسباير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.